ما أحكي بدون دليل، ولما أجيب لك دليل أجيب لك دليل موثوق. هذا أفلام كارتون أمريكي، مسلسل كارتوني، وهو الآن متصدر من أطول المسلسلات الأمريكية عمراً. تمام؟ حكى أحداث وقالت أنا من أقول لك هاي دجالة وتجيب أخبار من كارتون، صدقني راح أعطيك دليل. اسمع، الأجواء الإيرانية في 2024 بتكون مشحونة بالتوتر السياسي والعسكري برفقة حالية كبيرة من الاستعداد والتأهب الإيراني لمواجهة بعض التطورات بين أمريكا والحوثيين. والسفن والقوات البحرية الإيرانية تدخل الحدث من جراء حصول عملية بحرية خطيرة في مضيق هرمز تطال القوات الأمريكية وتسبب إصابات وخسائر كبيرة في صفوف الجيش الأمريكي بقلب البحر. حزن وحداد يلف الأجواء في إيران بسبب رحيل شخصية قيادية إيرانية مرموقة وبارزة جدا. من هو يعني مش اللي بيكون قيادي، هو من قلب الحكومة. كمان تنكيس عليهم. نعم، من قلب الحكومة. صحيح. شفت؟ ليلى عبد اللطيف هنا قالت كل ما دار في هذه الحلقة. قالت بال 24 راح تصير مشاكل بين إيران وأمريكا وراح يختالون شخصية إيرانية مرموقة. هاي الحلقة تمام تناولت، هاي الحلقة يمكن بال 2000 قبل ال 2000 تناولت هذا الموضوع. تخيل إنه هاي طلعت تاخذ معلوماتها وتنبؤاتها من مسلسل كرتوني أمريكي. شفت؟ ونفسه هو المسلسل تنبأ بموضوع هذا الطفل اللي طلعوه من الأنقاض ورا كم يوم، مدري يومين ثلاثة. ونفسها ليلى عبد اللطيف تنبأت عن حوادث صارت في بلدان عربية تناولها هذا المسلسل. فمن أقولكم أنا ما أحكي بدون دليل. فهاي نصابة وصلوا لنا اياها على اساس انه هي نجمه التنبؤ، على اساس انه هي صديقه رب مين، وكل شويه يتصل بيها ليلى راح يصير فلان شيء بفلان سنه. قومي ليش